أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الله تبارك وتعالى كما قلنا في حلقة سابقة خلق الرجل والمرأة ولكنهما متحابان متعاونان يميلان إلى بعضهما غريزيا وفطريا، وهذا الميل الغريزي وهذه الفطرة التي خلقها الله في الإنسان أشار إليها في آيات في كتابه: خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، رابطة المحبة والرحمة. والذي يغري امرأة ليزني بها أو تحاول إغراء رجل ليزني بها، هؤلاء لا يبغون الحب ولا السعادة ولا اللذة، لا يحب أحدهما الآخر، إنما يبذل الرجل من ماله للمرأة أو ما يبذل من لإغرائها ليقع في الحرام يبذله من أجل أن يحقق شهوته ولذته لا من أجلها، فهو لا يحبها. إذا قضى شهوته لا علاقة له بها، حملت، تعبت في حملها، ماتت، ما يهمه ذلك. والمرأة أيضا التي تبغي من الرجل أن يقع عليها لتأخذ منه مالا أو لتقضي لذتها، فهذه لا تحبه، إنما تحب لذتها، فإذا انتهت لذتها تسعى إلى غير ذلك. المحبة الحقيقية تحصل بين الزوجين، ولكن هل يقدر الرجال والنساء المتزوجون قدر هذه المحبة بين الزوجين؟ وهل يفهمونها على وضعها الصحيح؟ هل يظنون أنها سعادة أبدية بين الزوجين لا مشاكل ولا شيء؟ لا. كان الشيخ الطنطاوي رحمه الله سمعته مرة يقول: المشاكل بين الزوجين مزعجة، ولكنها مثل التوابل في الطعام. الطعام أحيانا حتى يكون مشهي مقبل، حتى لا يمل الإنسان يضع له توابل تحرق له ثمه، ولكن هذه التوابل تفتح نفسه وشهيته، رائحتها تفتح شهيته للطعام مرة ثانية وثالثة فيشتهي. وأيضا المشاكل بين الزوجين في الحياة الزوجية لابد أن تحصل، ولكن هذه المشاكل إذا حصلت وكانت دلالة على أنه لا يمكن للتعايش بين هذا الرجل والمرأة، عند ذلك وضع الإسلام لها حل. ليس كما يشيعه الغرب، والمسلمون يجهلون دينهم، ليس كما يشعر الغرب أن المرأة لا قيمة لها، طلقها الرجل أينما متى أراد. لا، هم بدأوا يرجعون إلى الإسلام ويتمنون بعض أحكامه، ولكنهم لو فهموا حقيقة الله وطاعة الله ودين الحق لتركوا ديان الباطل كلها ورجعوا إلى الإسلام من أوله إلى آخره، ولكن يحاولون أن يرجعوا إلى بعض أحكام الإسلام، فهم الآن يطالبون في الطلاق بعد أن كانوا يزموننا من وجود الطلاق بيننا. نعم، وجود الطلاق فينا عندما لم يكن على طريقة الإسلام هذا الذي ينتقد، ولكنه ليس من الإسلام، إنما هو من جهل الناس لدينهم واتباعهم للشيطان. فرسولنا صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فسنرى فيما يأتي هل الطلاق من أجل المرأة أو الطلاق من أجل الرجل، أو الطلاق الذي لا بد منه لإسعاد الزوجين، إسعاد كل واحد منهما. هذا ما سنبينه إن شاء الله في هذه الحلقة. يقول الله سبحانه وتعالى: فالغرب ينتقد المسلمين
للطلاق ويزعم أن المرأة لا قيمة لها. لا، المرأة لها قيمة، ولكن هؤلاء المسلمون الذين يجهلون دينهم ويجهلون الطلاق وأهداف الطلاق يتصرفون تصرفا مخالفا لشرع الله، ولذلك يظهر من تصرفاتهم إذا كان هذا الدين فهو منتقد، ولكن ليس هذا دين الله، إنما هذا تصرف جهال خرجوا عن أمر الله. ومن أجل ذلك بيّن الله لنا الطلاق وأوضاعه وأحكامه وأهدافه وما هي العدة وما هي القروء. يقول الله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، إلى آخر الآيات. القرء في اللغة يطلق على الحيض ويطلق على الطهر. الحيض لا حياء في بيان العلم، هو دم ينزفه رحم امرأة سليمة من الأمراض، يعني البيوض والمبايض والجهاز التناسلي كله جيد صحيح. فهذا الدم ليس من الدمامة كما يقوله بعض الفلاسفة السخفاء الذين يطعنون في الأديان السماوية كلها، إنما هو البويضة عندما تأتي إلى الرحم ويأتي الخلية المنوية فتلقح البويضة فتعلق البويضة في جدار الرحم، وجدار الرحم كله رحم صغير جداره كله شعيرات دموية، فتبدأ هذه الشعيرات الدموية تغذي هذه النطفة فتتكاثر الخلية 2 و2 4 و4 8 إلى أن يتكون علقة قطعة دم، مضغة قطعة لحم، ثم يكون الجنين ويكبر في رحم أمه. فإذا لم تلقح البويضة ماذا يحصل؟ هذه المجموعة من الشعيريات الدموية داخل الرحم الصغير يتقلص الرحم فتتفكك وتتلف وتنزف وتنزل مع النزيف، لأنها إذا بقيت غير صالحة للإنتاج فتفسد فتنزل. نزولها وتحرر الرحم منها لتتكون شبكة من الشعيرات الجديدة، هذا هو يسمى الحيض أو القرء. فربنا يقول: والمطلقات، يعني الرجل إذا طلق زوجته لا يحل لها أن تتزوج، عليها أن تصبر فلا تتزوج حتى يمر عليها 3 قروء. 3 قروء عند الأحناف وغيرهم 3 حيضات، وعند الشافعي الذي أخذ بمذهب عائشة أن القرء الطهر. ومما يؤكد ما ذهب إليه للأحناف أن القرء الحيض قول الرسول عليه الصلاة والسلام: طلاق الأمة حيضتان، عفوا، طلاق الأمة 2، يعني الأمة يطلقها زوجها 3 طلقات ما بتعجز له، ما تصح أن تبقى زوجة له. أما الحرة 3، طلاق الأمة 2 وعدتها حيضتان فقط من أجل استبراء رحمها، بعد الحيضتين يجوز لها أن يزوجها سيدها لغير زوجها. فكلمة عدتها حيضتان، وإن كان مروي عن سيدنا عمر وعن غيره، يعني ابن عمر ورواه ابن ماجة وغيره، ولكن وقفه على ابن عمر هو أصح. ما هو الهدف من هذه الحيضات 3؟ الحيضات 3 أو 2 بالنسبة للأمة ليتبين فيها براءة رحم المرأة من الزوج السابق. بلا تشبيه مثال، عندما يكون هناك بيت يسكن فيه إنسان وقد أخذ من الكهرباء ما يعادل 500 ليرة سورية، وأنت جئت فاستأجرت البيت، هل تدفع عنه 500 ليرة سورية؟ لا. ما ذنبك أنت أن تدفع 500 ليرة سورية والذي سيأخذ رقم العداد لا يأتي إلا في آخر الشهر فيجعل عليك ما هو على غيرك؟ ولذلك يتفق بين المؤجر والمستأجر أن يسجل رقم العداد ويعرف أنه هذا انتهى، هذا تابع لهذاك وهذا للجديد، ف يبرئ زمة الجديد مما ثبت على القديم. أليس هذا ما نفعله؟ نعم.
طبعا الأنساب والأولاد أهم من ذلك بكثير، أهم من عداد الكهرباء وأهم من المال الذي يترتب علي وهو ليس مترتبا علي. فربنا تبارك وتعالى بيّن أن الرجل عندما يطلق زوجته تنتظر ولا تتزوج ثلاثة قروء، ثلاث حيض. في أول حيضة قد يقول قائل أول حيضة يكفي لتبين أن هذه المرأة غير حامل، لا، ثبت علميا أن المرأة ممكن أن تكون حاملا وتنزف ويتخسر الدم ويظنونه حيضا ولكنه ليس بحيض، هي حامل من قبل. وإن كان هذا يحدث حوادث بسيطة ولكن هذا هو واقع البشر. فوجود الحيضة الثالثة للتأكيد على أن الرحم بريء، ومرور الوقت اللي هو غالبا تقريبا 3 أشهر 3 حيضات من أجل أن يمر على الزوجين فترة من الزمن ممكن أن يراجعوا فيها نفسهم، ممكن أن يتذكروا الحياة الزوجية، ممكن أن ينسوا المشاكل التي حصلت بينهما ويزيلونها فيعودون إلى حياة السعيدة. إذن هذا الوقت الذي جعله الله تبارك وتعالى فيه حكمة، وليس هكذا اعتباطا كما يظنه الجهال، ليفهموا هذا الدين الحق الذي أنزله رب العزة الذي هو خلق الرجل والمرأة ويعرف وضعهما ويحدد لهما المسار الذي فيه سعادتهما. إذن المطلقات، الحرائر غير العبيد، الإماء حيضتين فقط، الحرائر يتربصن بأنفسهن يعني يصبرن عن الزواج مدة 3 أشهر 3 حيضات. طبعا أقول 3 أشهر اللي ما بحيضوا ولاة الأحمال واللائي لم يحضن فعدتهن 3 أشهر، الآيسين ما بجي الحيض أو المرأة لمرض مقطوع عن الحيض عدتها 3 أشهر، أما الحائض طبيعية 3 قروء 3 حيضات. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ما الذي يخلق في رحم المرأة؟ الطفل من الزوج. فهي إذا جاءها الحيض معناها لا يوجد، وإذا لم يأتيها الحيض معناها احتمال وجود الحمل. فربما تفكر المرأة إن كانت جاهلة أو لا تخاف الله أنها تريد أن تتخلص من هذا الزوج فتكذب عليه وتقول له أنا خلصت العدة صارت 3 أشهر حتى ما يستطيع أن يعيدها إلى الحياة الزوجية من أجل أن تتزوج غيره وتكسب مهر جديد إلى آخره. فربنا يقول لا يجوز أن تكتم ما خلق الله في رحمها. إذا كان موجود ولد ما تكتم وجود الولد أو ما تكتم مجيء الحيض في الحيضة الثالثة بموعدها الصحيح. إذا كانت تؤمن بالله واليوم الآخر والجزاء في الآخرة لا ينبغي لامرأة أن تفعل ذلك. أما إذا كانت لا تؤمن بالله ولا تؤمن بالوقوف بين يدي الله هذه والعياذ بالله تعالى لا يأثم، ليس الإثم على زوجها إنما الإثم عليها، لأنها إن كتمت وسكتت عن الحمل كانت حامل وكذبت قالت مالي حامل وانتهت عدتي من أجل أن تتزوج واحد آخر تريده هذه سيعاقبها الله في الآخرة لأنها تخلط الأنساب ولا تؤمن بالله واليوم الآخر. إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. أيوة انتبهوا أيها الإخوة، الطلاق الأول رجعي والطلاق الثاني رجعي كما سيأتي معنا الطلاق مرتان. ما معنى الطلاق الرجعي؟ أي بعلها يعني زوجها يحق له أن يراجعها طالما كانت لم تنتهي القروء 3. إذا لم تأتي الحيضة 3 يستطيع زوجها أن يردها إلى عقد النكاح. ولذلك عندما يطلق الرجل زوجته الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، لو فرضنا تعجل وطلق حلف مرة ثانية، فالأولى والثانية رجعية. ما معنى رجعية؟ أي لا تغادر المرأة بيت زوجها وتبقى في بيت الزوجية وتتزين له وتعيش معه كأنها وردة في البيت وتقوم بأعبائها الزوجية وتقوم يعني مصالحة زوجها، وزوجها إن كان قد تجنى عليها كرهها لسبب من الأسباب
عندما تعيش معه يتذكر الأشياء الصالحة فيها فيعيدها إلى النكاح وإلى زواجها. يعني يقول راجعت زوجتي إلى عقد نكاحي، فإذا راجعها في قوله أو راجعها في عمل جنسي عادت الحياة الزوجية بينهما، رجعت زوجته. هذا معنى قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. أحق بردهن في ذلك لماذا؟ إن أرادوا إصلاحا. إذا كان هدف الزوجين العودة إلى الصلاح والخير والسعادة لكليهما، مولا واحد تاني يتسلط على الآخر، قد يقول قائل الرجل يتسلط على المرأة، نعم، ولكن نقول له أيضا أن بعض النساء يتسلطن على الرجال، تتسلط عليه بلسان قبيح، باستعلاء، باستغراب، بسخرية، كل ما تصرف تصرف، أنت إيش فهمك؟ ماذا تدري؟ ماذا تعمل؟ فتؤذيه أو تؤذي أهله أو تؤذي أولاده منها أو من غيرها، فكل هذا نوع من التسلط لا يرضاه الله تبارك وتعالى. أما إذا كان كلا الزوجين يريدان أن يعودا إلى الحياة الزوجية السعيدة، إن أرادا إصلاحا، حياة زوجية صالحة فيها حقوق الزوجين كلاهما، فلا بأس أن يعيد الرجل زوجته إلى عقد نكاحه. ولذلك في الطلقة الرجعية الأولى والثانية تبقى المرأة كما قلت في البيت وتتزين لزوجها، فإذا كان الخلاف بسيط أو شيء تافه تندم الزوجة وتتواضع لزوجها وتصالحه وتداعبه وتريه من جمالها ومن لذاتها إلى آخره، فينجذب إليها ويعيد الحياة الزوجية. وإن كان التعنت من الزوج يرى جمال زوجته ويتذكر الشيطان اللي هو يعني يحرضه من أجل خلاف بسيط ومن أجل أن ناقشته أو تكلمته بكلمة أو أخطأت خطأ، أنه ما يحتاج الأمر إلى هذا، لأن المؤمن الرجل التقي الزكي الفاهم يعرف أن الطلاق عندما يريده الرجل إنما يريده لأنه تبين أنه لا يمكن أن يعيش الزوجين مع بعضهما، فوجودها في الأسرة في البيت مدعاة لأن يعود الجو إلى حالته الطبيعية. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في هذا الأمر في الطلاق الرجعي الأول، إن أراد إصلاحا، إن أراد أن برد زوجته الصلاح لكليهما وإعادة الحياة الزوجية الصحيحة. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لهن أي للرجال للنساء مثل الذي عليهن من الواجبات. نلاحظ هنا أن الحقوق والواجبات متساوية متكافئة، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. بالمعروف أي بالشيء بالعرف الصحيح الذي يقره العقل السليم والذي يقره الشرع الذي يريد أن يحقق السعادة للزوجين وللأسرة كلها، لأن الزوجين ليس فقط هما أساس الأسرة ولكن يتفرع من هذه الأسرة الأولاد بنين وبنات. مثل الذي عليهن بالمعروف، بيّن الله حقوق الزوج وحقوق الزوجة. روى مسلم عن جابر في حديث معاوية بن حيدثة القشيري قال عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل سأله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تكسوها إذا اكتسيت وتطعمها إذا طعمت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. فواجب الزوج أن يقدم لزوجته كسوتها وطعامها وشرابها وعلاجها وكل ما تحتاج إليه الإنفاق على الزوج. هذا ضمان للمرأة أيها الإخوة حتى لا تحتاج أن تشتغل. فربنا سبحانه وتعالى يقول المرأة نفقتها على زوجها حتى لا تحتاج وتضطر إلى العمل، إذا اشتغلت تشتغل برضاها في عمل يناسبها ضمن أنوثتها وضمن كرامتها. فالإسلام كرم المرأة، أوجب النفقة على الزوج، وأوجب على المرأة أشياء أخرى، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، تطيع الزوج، تهيئ له الحياة السعيدة في البيت حتى يأتي فيسعد هو وإياها في هذا البيت. فإذا عليها أيضا واجبات ولها من الحقوق مثل ما عليها من الواجبات، ولهن مثل الذي عليهن، وللرجال عليهن درجة. إذا وأحد جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله
واستحللتم فروجهن بكلمة الله، يعني الله شرع لكم الزواج حتى تصلوا إلى المرأة بطريق صحيح نظيف، ولكم عليهن يعني واجبات بالنسبة لكم، ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه، يعني ما بجوز للمرأة تسمح لأحد يدخل في البيت يكرهه الزوج ولا يريد أن يدخل بيته، رجال أو نساء، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. بالمعروف يعني مو تقول لزوجها اللي إمكانياته متوسطة، إيجارتنا اشترى لها جارنا ب15,000 روب تلبسه وأنا بدي مثله، لا يكفيها ثوب وقد يكون أجود من ذلك 200. فلا ينبغي أن يكلف الرجل فوق زوجته، الكسوة بالمعروف، الرزق بالمعروف على قدر طاقته ضمن حدوده الإنسانية. وللرجال عليهن درجة، ما هي درجة الرجال على النساء؟ حسن العشرة، الخدمة، القيام بواجب الأسرة من الإنفاق وأن لا يقصر، وطبعا جعل له ربنا سبحانه وتعالى واجبات أكثر من المرأة، أن يجاهد في سبيل الله، والمرأة لا تكلف في الجهاد إلا عندما يصبح العدو فوق رأسنا، الجهاد على الجميع. أما إذا كان العدو بعيد فمكلف فيه الرجل، وحكمة عظيمة، الجهاد أمر بالنفس، أمر صعب وليس بسهل، أن يقدم الإنسان روحه في سبيل الله ويبذل الجهد الجسمي ليس أمرا سهلا، ولكن فرضه الله على الرجال ولم يفرضه على النساء لحكمة بالغة، كثير من الناس لا يفقهونها. لو صار حروب فقد المجتمع نصف الرجال، يمكن أن يعوضوا بجيل أو جيلين، بعد 50 سنة بيجي أكثر منهم، قد يتزوج الرجل بعض الرجال 2 و3 فتنسل كل امرأة من الرجال من الرجل الذي تزوجها وتكثر الذرية. أما إذا فقد المجتمع نصف النساء ولا ب500 سنة ما يستطيع أن يعوضها، لأن الرجل لو تزوج أو اتصل لحياء في بيان العلم، لو اتصل بالحرام في أكثر من مرأة لا تلد المرأة إلا واحدا أو توأما، فينقرض الجيل أو لا يتعوض إلا ب500 سنة. ولذلك فرض الله الأعمال الشاقة على الرجال في الكسب وفي الجهاد، وفرض عليها على النساء فرائض أخف من أجل رعاية لحقوقهن، وحتى لا تظلم المرأة ولا يسلط عليها في المجتمع وتستعبد. فلذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لامرأة سألته، قال لها: إذا صلت المرأة فرضها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها دخلت الجنة. هذه التكاليف على المرأة. انظر إلى التكاليف على المرأة في الغرب، يريدونها مثل الرجل ليستغلونها، لتشتغل بعرض جسمها وجمالها وبل أنوثتها بل بالجنس، يستغلونها من أجل أن يبتزوا الأموال من ورائها. هذه ما أصبحت امرأة لها كرامتها، أصبحت مستعبدة بيد الرجال. فالذي حرر المرأة والرجل على السواء هو هذا الدين الحق، فلنعد إليه حتى نسعد في الدنيا والآخرة ونتم بعد ذلك، والحمد لله رب العالمين. أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان، مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.